يعني احلى موزه لبنانيه. كاتب كتاب مفاجئ كده على طول. احمد سعد لم يقضي شهر عسل ومع احمد ترقص بعد المرض. متفرج اتفرج على اخواتي النجوم كله. مين العريس؟ انا عريس اكتر منه. أجواء احتفالية عاشوها الجمهور في العالمين الجديدة في ختام سهرات الصيف في الساحل مع عدد كبير من النجوم اللي حضروا لإحياء الحفل ده زي إيهاب توفيق، نيكول سابا، أحمد سعد، عمر كمال وبحضور حسن شاكوش، بالإضافة لعدد من النجوم زي حمدي المرغني ومها أحمد مع ابنها عادل مجدي. وبدأت السهرة مع نيكول اللي كانت بدأت حفلات الصيف من نفس المكان. خارب الحفلات في الساحل. أحلى إيه أحلى يعني بص أنا أقول كلمة يعني أحلى موزة لبنانية. ماليش دعوة. لا أنت هو أجمد حد السنة دي ولعها في العالمين. وهي ولعت الأجواء كمان، فطلت بفستان أبيض وأسود قصير اتميز بالبايت ورقصت مع الجمهور على أغانيها خصوصا الأخيرة اللي طرحتها من حوالي شهر الجو حلو. واللي يشوفها قد إيه كانت مرتاحة وعفوية على المسرح ما يقولش أبدا إنها كانت قلقانة قبل ما تبدأ فقرتها. متحمسة جدا ودايما احساس القلق ده قبل المسرح، وان شاء الله تبقى حفلة حلوة ختام الصيف وحفلات الصيف زي ما قولوا اسمها ايه الصيف وبلمته او حاجة كده. مشاركة جميلة، كل فنان ليه اللون بتاعه وليه الناس اللي بتحب تسمع اغانيهم حلوة ضربة وكل واحد ليه جوه، فحلو ده بيرضي انت كده بترضي كل الاذواق. وبعدها على طول طلع على الجمهور ايهاب توفيق وقدم اغانيه اللي كالعادة بترقص الكل، لدرجة ان البنات كانوا بيطلعوا معاه على المسرح يرقصوا. ومن بين الاغاني دي كانت طلقة اللي كان نزلها من حوالي اسبوع بس. الفترة اللي فاتت كان فيها شوية مش هقول كسل ولكن تعطيل كده حصل شوية. الحمد لله التجاوب من يعني من الناس مع الاغنية كان رائع جدا جميل جدا، ربنا يسهل. الايام اللي جايه برضه هيكون في جديد دايما على طول ان شاء الله. وفي الوقت ده كان عمر كمال وصل عشان يقدم فقرته. اللي بيحب ربنا يولع الفلاش بتاعه بس. حبيبي من البنت العريق خالي وقرب من الوريد تلاقيه لسه خالي. احنا مبسوطين جدا النهارده عشان الحضور الحلو ده وطالع افرح الناس ان شاء الله، واحنا بنحب يتيب العربي ودايما معانا في كل حته. ومع انه غنى للجمهور كل اغانيه مع حسن شاكوش، بس حسن ما قدرش يغني كونه موقوف لمده شهر بقرار نقابه المهن الموسيقيه بعد ازمته مع رضا البحراوي. عايزينه يركز بس دلوقتي بالحفله، وانا جاي النهارده متفرج اتفرج على اخواتي النجوم كله. بس ما قدرش يقاوم الاجواء الحلوه فقرر يطلع على المسرح من غير مايك ويرقص مع الجمهور بعد ما خلص الحفله على اغنيه سالكا. أما أحمد سعد وصل وكان رايق على الآخر وبيهرج مع الجمهور وبيرقص بعفوية وكمان بيهرج مع حسن شاكوش. وأحلى حسن شاكوش في الدنيا. مش عارف مشاكل أتعمل مشاكل أتعمل مع حاجة. شوف وبقينا الوقت فين يا اللي سترتي منكم أنا هنساكم. بس في حاجة محدش خد باله منها، هو لسه عريس جديد وفي الوقت ده المفروض يكون في شهر العسل. هو احنا عملنا كاتب كتاب مفاجئ كده على طول، قلنا مرتدة، رحنا عاملين كاتب كتاب وقلنا يعني عشان كنت واخد حفلات وأفراح قلت خلصها عشان أنا يعني الناس ملهاش دعوة يعني، وبعد ما خلص إن شاء الله نطلع نقضي شهر العسل. يلا وقبل ما نمشي من مكان الحفل كان لازم نقابل مها أحمد ونسألها عن وضعها الصحي ونطمن عليها بعد الأزمة الصحية اللي تعرضت لها الشهر اللي فات. الحمد لله ربنا كرمني وخفيت ومتعايشة وبتفسح، وابني ربنا يخليهولي عادل الحمد لله رب العالمين بيفسحني. وعايز أقول للناس الحمد لله يا رب. أنا بحمد ربنا إن دعواتكم الناس اللي بتحبني ربنا استجاب وخفيت.